ونروح للاعب تاني سابق كان في برنامج اخر. في الاول لازم اقول لحضراتكم انه ولا بلاش دي بلاش دي، يعني ما بحبش اتكلم في امور زي دي، لكن الاهلي او هذا اللاعب كان نفسه يرجع النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي كان له راي في ذلك الوقت انه لا يصلح ان يكون موجود داخل منظومه النادي الاهلي خلال الفتره دي يعني. فمن ساعتها واللي بيحصل ايه؟ ان الراجل ده ما بيعملش حاجه غير ان هو بيقطع في النادي الاهلي بس. يقول لك لجنه تخطيط ايه واداره الاهلي وجهاز فني ولاعيبه الاهلي، مفيش حاجه عاجباه خالص. كل اللي عنده هجوم على الاهلي وخلاص، هو ده اللي بيعمله. هو ليس له تاريخ، فهو عايز يعمل ترند زي ما قلت لحضراتكم خلال الفتره الاخيره. اي حد عايز يعمل ترند دلوقتي يطلع يقول لك ايه؟ اصل الاهلي، اصل لجنه التخطيط عند مش عارف مين كبروا ولا ايه حاجه كده، وبعدين يقول لك اصله الكابتن خطيب كذا، اصله الاداره ما بتعملش مش عارف ايه، ما يعرفوش العمل المؤسسي داخل النادي الاهلي بيبقى ماشي ازاي، زي ما حكيت لحضراتكم او زي ما امير توفيق حكى لحضراتكم مع المهندس عادل القيعي. هو عايز يهاجم الاهلي، عايز يهاجم جماهير النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ترد عليه فتبقى الدنيا لطيفه ويبقى الناس شايفاه. يا ريت تبصوا لنفسكم في هذه الامور يا جماعه. انت كل تاريخك لو الواحد اتكلم هيتكلم عن امور صعبه، لكن اي ترند وخلاص باي طريقه. جماهير الاهلي بالمناسبه عمرها ما هتبص لك ولا شايفاك. مش عايزين يعني لن ينظروا لمثل هذه الاسماء. آخر حاجة عايز أتكلم فيها